حسين مرحبا بك، لاعب نادي بيراميدز، تقريبا تأهل مستحق البيراميدز بالنظر للمشوار اللي قمت به في البطولة. الحمد لله ماشيين بخطة كويسة، في عندنا هدف ماشيين بنتعب وبنسعى من أجل الهدف اللي عندنا، وبنتعب إن ربنا يكتبنا ودينا التوفيق إن شاء الله بإذن الله. الماتش سبيشال شوية اللي كنت مع فريقك السابق؟ لا، فريق السابق زمايلي فيهم لهم كل احترام والتقدير، وإن شاء الله ربنا يكرمهم في اللي جاي بإذن الله. خروجك من الفريق بقى غامض شوية، ممكن توضيح؟ لا توضح قصة كبيرة، بس خلاص أنا عشان الجمهور، مع جمهور السيس أنا بحبهم، فخلاص اللي فات مات يعني. اتكلمتوا شويه مع اصحابك اللاعبين؟ ايمن حرزي وكلهم صحابي، وبتمنى لهم التوفيق اللي جاي ان شاء الله، هم فريق كبير وجمهور كبير يعني، بتمنى له الاحترام والتقدير، وبشكره على الفتره اللي انا قضيتها معاهم. توفيق. الحمد لله.